يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بحق السائلين عليك يكون من نوع التوسل إلى الله بصفة من صفاته وهي إجابة الدعاء؟ نعم، هو هذا كما شرحه الشيخ رحمه الله على فرض صحة هذا الحديث. لو صح فليس فيه متمسك للذين يتوسلون التوسل المبتدع. نعم، هذا من جملة شبههم التي يتمسكون بها في توسلهم بالأموات ويستدلون بهذا الحديث، وهذا الجواب عنه. نعم.